Cars.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. كمان مرة مستقبل مسيو رودي هنود جنرال مانجر لرسامي اوتوموتيف اندستري. رودي كيفك؟ الحمد لله جورج. اعتراض جديد رح نشوفه اليوم للتيفولي. مظبوط. عم نحكي عن الفور ويل درايف لكجري كمان. بس قبل حابين نعرف منك تاريخ سان جيونغ. بنعرف هو مصنع كوري عملاق وعريق بعالم السيارات. من سنة 1954 موجود سان جيونغ بكوريا وتألق بصناعة سيارات الفور ويل درايف دفع الرباعي. بيع كثير للجيوش بالفار ايست ومضي خلال 10 سنين جويت فنشر مع مرسيدس بنز. صحيح. وبسنة 2015 ظهرت سيارة التيفولي وسيئة باللونشنج تبعها مع لمن طلب من رسامني اوتوموتيف اندستري جزء من رسامني جروب اوف كومبانيز تمثيل سان جيونغ بلبنان. ونحن التمثيل عم بيكون ممتاز لهلا، يعني عم نشوف طلب كبير على السيارة. معلوم بفضل السيارة بنجاحها بهالديزاين الترند كتير وبتربلة مبيعاتها عالميا ترتد علينا وبمساعدتكم انتو كمان. نحن اكيد عم نقوم بواجبنا تنضوي على السيارات الحلوة اليوم بلبنان، وحدة منهم اكيد التيفولي اللي رح نستعرضها اليوم بشكل كتير حلو مثل ما عم نشوف مشاهدينا. يعني عم نشوف حتى الاكزوست من ورا. مظبوط. سنترال توين اكزوست بايبس. مبين كمان الليد لايتس مثل السيارات السوبر رياضية 100%. بين هلأ جانبياً الـ 2-tone diamond 18-inch wheels. السقف الأبيض contrasting مع الـ horizontal line لجانب السيارة. عنا هالـ mirrors كمان مع الـ side repeaters LED light. نوصل منشوف دي عريضة من قدام وعريضة من وراء ونعمة بالنص. هيدا كمان كله له علاقة بالهاندلينج بالثبات للسيارة وأكيد يعني بالأمان للسيارة. شوف muscles كمان فوق الدريب الخلفية 100%. حلوين كتير. واللاينز كمان نشوفهم على السيارة على كل جوانب. هالديزاين اللي هو مودرن اند روبست صار دي ان اي لكل الديزاين لدى سان جيونغ المستقبلي. يعني هي الاساس اليوم الباز. هي الدي ان اي دو باز من سنة 2015. وعم نشوف الناحية الأمامية الحلوة للتيفولي كمان. عندنا الليد لايت رائعين تحتهم فيها المصابيح اللي هن كمان الأوبتيكال العظيمين اللانسز تبعولهم. تحتهم الفوج لايتس فيها فرونت سنسر هالسيارة لأنه قلنا لكجري مع ديجيتال ايمجري من جوا ورير سنسر كمان. شايفين الهونيكومب اير فانت تحتهم فيها الكربون لوك لور سبويلر. كل الاوائل اللازمه لتكون بالفعل تترك كليشيه رائع بسبكونشنس اللي عم يطلع عليها. بدنا نشوف السياره كمان من الداخل رودي. نشوف شو فيها اوبشنز ونتابع حديثنا اكيد. ثانك يو. تعال على داخل السان جيونغ تيفولي فور ويل درايف لكجري. مذكر عم نشوف الفرق اول شيء باللكجري. عندنا فرش الجلد رودي ستيتشينج بالابيض وبنلاحظ كمان بيك سكرين بريميوم ليذر. صح. خبرنا ديتيلز. عندنا اورثوبيديك سيت هذا مهم كثير بكل الجام تبع التيفولي ليذر او مش ليذر. الكراسي مدروسين تما يكون في وجع ظهر على مسافات طويله. عندنا دبل ستيتشينج الليذر بيكون بيرفوريتد للتهويه الافضل. مثل ما بنشوف من الامام كمان عندنا هالجاينت سكرين. عندنا انفوتينمنت سيستم عظيم جدا فيري مودرن. في كثير كنترول طبيعي بالستيرنج ويل وبسائر السياره لنتحكم بكافه الاوبشنز اللي بالتيفولي لكجري فور ويل درايف اديشن. في عنا الدي شيب سبورت ستيرينج ويل مع الومنيوم انسرت. مثل ما قلنا بالبويب كمان في الومنيوم انسرت بيانو بلاك ليذر حتى بابواب السياره بكل جام التيفولي وخاصه باللكجري. من ناحيه السيفتي رودي. من ناحيه السيفتي عنا سياره مملوءه بالفيتشرز اللي هن اكتيف اند باسيف سيفتي فيتشرز يعني اي بي اس اي بي دي اكيد بريك اسيست. عنا سياره فيها 72% هاي سترينث ستيل بتكون الكابين تبعيتها وتوزيع الالياف الفوليزيه بشكل رائع جدا. هي بتريح كثير لاهل خاصه سياره شبابيه مثل هيدي. فيها تكون كمان سياره عائليه اذا عم نحكي عن طراز الفور ويل درايف لكجري اللي عم تشوفه اليوم من التيفولي. رح تابع حديثنا رودي انتقل هلا نحكي عن المحرك. عم تشوف الليد لايتس قبل ما نرجع اكيد نطفي الضوء. فعلا حلوين كثير بيعطوا شيب ولا احلى للسياره. مظبوط هي السيناتور الحلوه تبعيتها. كمان يعني كنا عم نحكي عن ستارت ستوب انجن
مظبوط بطريقه الستاند بي ستارت اب ستارت اب انجن بوش بطن اكيد المحرك المحرك التيبولي هي ذكيه جدا 4 سيلاند 1.6 لتر ديول سي في في تي 130 حصان بيستأصلوا من تيبترونيك 6 سبيد ايزن جير بوكس في عندنا 3 مودز اوف درايفنج ايزن الياباني ايزن الياباني حتما 3 مودز اوف درايفنج بالفور ويل درايف اديشن اللي هي اللي عم نعرضها اليوم في عندنا 2 مودز اوف فور ويل درايف سيستم اللي هو الاوتوماتيكي او اذا بدنا نعمل نثبت الفور ويل درايف بالديفرنشال لوك عندنا كبسه وحده تنطلع من ظرف صعب اذا كنا علقانين بالثلج بيرفكت وعندنا الانترنس تبع الانجل الامامي لان الكابين الاساس وهالسياره مرسومه لتكون فور ويل درايف الديباتشر انجل من ورا 28 درجه والامام الدخول 21 درجه رودي رح تابع حديثنا اكيد بدنا نعرف هلا منك سعر السياره اليوم بالسوق اللبناني يعني صراحة طراز الفور ويل درايف لكجري من تيفولي كتير حلو سيارة كتير لوكس من جوا شكل كتير عصري ورياضي وكلاسي بنفس الوقت رودي باكج الباكج عدا عن في كمان اوفر اليوم اكيد في اوفر اليوم عدا عن انه رسامي اوتوموتيف اندستري بتامن لزبائنها 24 ساعه على 24 خلال 7 ايام خدمه المنزليه او خدمه الطوارئ كمان وعندنا 3 مراكز للصيانه و14 مركز للبيع السيارات والناس بتطلبنا على الهوت لاين 04-722-140 ليجربوا سياره او نحولهم على اقرب مركز للمبيعات اوفر السياره هيدي الهودو جام تبعنا هاي الفلاج شيب تبع تيفولي اللي هي اللكجري فور ويل درايف وحقها 28500 دولار عادة اليوم بالأوفر اللي على الام تي في عم تطرحها هي 2000 دولار خصم صارت 26500 في اي تي ريجستريشن اول انكلودد اون ذا رود وبنرجع بنقول خلال الشهر اللي نحن فيه في كمان سوربريز للي بيزورونا وبيرتبطوا من بعد التست درايف مش غلط شكرا رودي على كل معلومات شكراً عن السيارة بشكل عام وعن سانجيونغ بشكل كمان خاص بنشوفكم مشاهدينا بكره بحلقه جديده وسياره جديده الى اللقاء .me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات